Hello everyone. Today we will start a new lesson. It's about how do animals find mates. يعني ازاي الحيوانات بتجد الأزواج بتاعتها أو الزوج بتاعها أو التزاوج. Courtship behavior يعني التصرفات والسلوكيات اللي بيقوم بها الحيوانات علشان يحدث الغزل بداية التزاوج. كلمة behavior معناها السلوك. التعريف بتاع أو الديفينيشن بتاع behavior يعني إيه؟ is the way an organism react to other organisms or to its environment. يعني هي طريقة بيسلك بيها الكائن الحي علشان إيه بقى؟ علشان يتفاعل مع الكائن الحي الآخر، لأن هو عمره ما يعني هو courtship يعني يغازل أو يعاكس بمعنى أصح، عمره ما يعمل السلوك ده إلا غير لما يكون مع في حد تاني معاه. يبقى it is the way an organism react to other organisms. هنعيد التعريف ده مرتين وبعد كده هنسأل فيه عشان نحفظ مع بعض واحنا شغالين. كلمة بها مش behavior هتعمل فيديو يعني؟ هسأل فيه. هسأل is a way is the way an organism react to other organisms. يعني أهم جزئية في التعريف اللي هي الحتة دي. organism react to other organisms يعني كائن بيتفاعل مع كائنات أخرى أو ممكن يتفاعل مع البيئة. طالما هو بيتفاعل مع البيئة أو مع ازاي مع كائنات أخرى، كائنات ازاي؟ ده معناه behavior، ده معنى السلوك behavior بس، معنى كلمة behavior. طيب تعالى نشوف المعلومة التانية. Animals attract mates by communicating in a variety of ways. يعني الحيوانات بتجذب أزواجها by communicating in a variety of ways. عن طريق الاتصال بطرق متنوعة. يبقى communicating in a variety of ways يعني الاتصال بطرق متعددة including the use of sound، ممكن بالصوت، ممكن باللايت، ممكن chemicals. نعم زي اللايت نعم excuse me ازاي باللايت raise your voice please. مش ازاي باللايت ايوه من هقول لك، في عندنا الحشرات، الحشرات دي بتعمل لايتس لايك فاير فلاي. فاير فلاي ممكن تجذب الميل، الميل قصدي بيعمل اتراكت للفيميل باي فلاش لايت، بيعمل ضوء معين بطريقه معينه علشان الميل يجذب فيميل عن طريق فلاش لايت. طبعا كل واحده من دول لها الحشرات بتاعتها او الامثله بتاعتها، بس انا اللي يهمني في الجزئيه دي او في البوينت ده ان انا اعرف ان الانيمال اتراكت ميتس باي كوميونيكيتنج ان فرايتي واي. ايه هي بقى وات ار ذا فرايتي واي؟ نمبر 1 ساوند، نمبر 2 لايت، نمبر 3 كيميكالز. كيميكالز المقصود بيها ممكن كيميكالز لايك مثلا تصدر سميل، ريحه معينه. كيميكالز ممكن تعمل مثلا شكل معين، دانسينج. كلمة body language like dancing، بعض الحشرات بترقص رقصة معينة علشان تجذب الزوج الآخر، زي مثلا الميل بيرقص رقصة معينة عشان يجذب الفيميل، والكلام ده احنا هنشوفه بعد شوية لما نيجي نشرح المعلومات الخاصة بالسبايدر. وكمان في بيرد بيعمل كده، في بيرد، في نوع بيرد بيعمل كده، بالظبط كده، برافو عليك. يبقى أنا اللي يهمني بيطلع صوت كمان صح، طالما من بتطلع صوت يبقى ساوند، وكمان في body language. body language يبقى dancing، ساوند يعني تطلع صوت، لايت يبقى بتنور، كيميكالز يعني في مثلا رائحة بتطلع أو شكل معين بيتعمل. طيب يبقى أنا هنا في البوينت الأولانية اتكلمنا على الديفينيشن بتاع البيهيفير، قلنا عليه إيه؟ إن it is the way an organism react to other organisms or to its environment. طب وبعد كده الـ animal attract mate by إيه؟ by communicating in a variety way. What are the variety way؟ number one sound sound, light, chemicals, and body language. حلو. طيب ليه بقى الكائنات دي بتعمل communication in a variety of ways؟ ليه؟ ليه في reason؟ عشان to في attract mate، to attract mates، to attract ميت. provide. البوينت نمبر 3 بيقول ايه بقى هنا؟ often times animals compete with others of the same species for a mate. في بعض الأصناف وفي بعض الأوقات أو أحيانا
الحيوانات بتعمل مسابقة مع بعضها، تتسابق فيما بينها من نفس النوع علشان تتزاوج. يعني مثلا لو في أكتر من، مثلا عندنا هنا ميل وميل 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 كذا ذكر وعندنا أنثى واحدة، فالميلز دول الميل كل واحد بيعمل سباق علشان مين اللي هيوصل الأول لمين، للفيميل. فهنا بيقول ايه، often times animals compete، كله ولا نصهم؟ هما كلهم بيعملوا مسابقة عشان يوصلوا للفيميل. فكلمة يعمل مسابقة يعني compete with others، كلمة compete with others يعني تتسابق فيما بعضها، of the same species من نفس الفصيلة، يعني ممكن يكونوا عناكب، ممكن يكونوا حشرات معينة، for a mate علشان يتجوزوا مين الفيميل دي. يبقى often times animal compete with others of the same species for a mate, for meat or for a mate. Sometimes sometimes ثانية واحدة كده نقفل المايك لو سمحت. Sometimes animals even bring gifts to each other in hopes of getting the attention of one another. في بعض الأوقات الحيوانات بتروح جايبة هدية، bring gift يعني تجيب هدية to each other، تجيب هدية لكل واحد، يجيب هدية للتاني على أمل يعني in hopes إن هي تلفت انتباه الطرف الآخر. نس أو بتعمل نست. صح. فهو هنا هو في البوينت دي، البوينت نمبر 3 دي، بيتكلم على حاجتين. أول حاجة some animals may compete with other to of the same species for meat. وفي بعض تاني sometimes animal even bring gifts، بتجيب هدية. ليه بتجيب الهدية؟ in hopes of getting the attention of the of one another، علشان تجذب انتباه الطرف الآخر. يبقى أنا عندي هنا في الجزئية دي عندي طريقتين للميت، أول حاجة compete وتاني حاجة give gift، bring gift بتجيب هدية وممكن تعمل مسابقة. خلاص. يبقى احنا كده هنسأل سؤال في الجزء ده عشان نتأكد ان احنا فهمنا. What is the definition of a behavior؟ behavior organism an organism reacts to another organism ممتاز. طب or خلاص to its خلاص خلاص ماشي. طب أنا هسأل سؤال، give reason، give reason some animal communicate in a variety of ways like sound, light, chemicals and body language. Why? mates To attract me. To attract مي me. برافو عليك. طيب لو أنا قلت complete، complete the sentence، animals attract me by communicating in a variety of ways including space 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 space، أربع نقط. تبقى هتقول إيه؟ ساوند لايت بودي لانجويج أيوه تمام. ساوند ولايت وكيميكالز وأند بودي لانجوج. طيب السؤال اللي بعده، أوفن تايمز أنيمالز كومبيت وذ أذر أوف ذا سيم سبيشيز فور نقط. ميت تمام. Sometimes ميل animals even bring nuts to each other in hope of getting the attention of one another. Bring gifts. تمام. ممتاز جدا. طيب النقطة اللي بعد كده أو السؤال اللي بعده، What are some examples of these courtship behavior؟ إيه الأمثلة التانية اللي إحنا بنحاول نعرفها عن السلوكيات أو التصرفات اللي بتعملها الحيوانات علشان تعمل مغازلة أو معاكسة أو لجذب انتباه الطرف الآخر؟ كلمة courtship معنى كلمة courtship behavior يعني it is a way to attract another. معايا؟ أنت سامعني ولا إيه؟ طيب كلمة courtship، أنت عارف أصلا معنى كلمة courtship يعني إيه؟ courtship يعني إيه طيب؟ صح كده، برافو عليك. ايه بقى التصرفات اللي احنا هنعرفها دلوقتي او السلوكيات اللي بتعملها الكائنات؟ What are the ways or behaviors that can organism make to attract another
another meat. Number one, sensory فيميل receptor. او فيميل او ميل بيعملوا كده بص، صح؟ ايوه، هو sometimes male، يعني in all times or the most of ways the most of stages او most of states، اللي هو الميل هو اللي بيعمل كده، لكن sometimes female make some courtship behavior to attract male. يعني مش في كل الحالات الميل هو اللي بيجذب الفيميل، احيانا Like ممكن. people, like people. تمام، احنا بقى دلوقتي هنقرأ الجزئية وهنسأل فيها كده. عايزين نركز. فهنا نمبر 1، هنا بيتكتب اللي هو the first way sensory receptors. كلمة sensory receptors يعني الاستشعار أو قرون الاستشعار. يلا كده نشوف. The female receive the visual stimuli with photo receptors in their eyes. يعني الإناث بتستقبل الإثارة البصرية من خلال الصور أو الاستشعار، الصور اللي هو الفوتو ريسبتورز عندها في عينين، في عينيها عندها عين، هي عندها عيون، العيون دي بتشوف بقى صور وبتحس بقى. which send the information along nerve cells to their brain، حيث أن العينين بتاعتها بتستقبل المعلومات وتروح مودياها للعقل من خلال الأعصاب أو النيرف سيلز. يبقى كمان مرة، يبقى أول طريقة من بس يعني هي بتشوف المستقبل ولا ايه؟ سؤال بس، نعم؟ بتشوف المستقبل هي يعني ولا ايه؟ لا يعني لا طبعا، مش هو هنا مش بيتكلم ان هي بتشوف المستقبل، ده هو هنا في الجزئية دي بيشرح ان الإناث الميل بيعاكس الأنثى عن طريق ايه؟ ان هو بيبعت لها ايه مثلا، يعمل أشكال معينة أو صور معينة، هي بقى عندها عينيها، عينيها بتشوف الصور دي، فده اسمه التجاذب البصري أو الإثارة البصرية. فدي ازاي اسمها، بتشوفها؟ أقول لك أنا مثلا على سبيل المثال، لو هنفرض إن الفيميل دي واحدة ست يعني كده، كأنها مثلا هيومن، وإيه والراجل ده لابس مثلا لبس حلو بقى وبدلة بقى وحاطط وعامل شعره ومعاه بوكيه ورد والكلام ده، فهي يحصل لها إيه؟ فيجوال استيمولاي، وبالتالي هي هتشوف صورته حلوة وشكله حلو وحاطط برفان حلو وكلام كويس، وهي خلاص بقى تنجذب إليه. هتنجذب إليه كعكسة حب. بالظبط كده. بس احنا دلوقتي خلي بالك، بص استنى كده، خلينا نشوف كلمة sensory receptors يعني قرون الاستشعار. The female receive the visual stimuli، كلمة visual يعني بصري، stimuli يعني الإثارة البصرية، which photo receptors حيث أن الصور أو الاستشعار البصري in their eyes من خلال عينيها. هي بقى لما تشوف حاجات حلوة ومناظر جميلة، المناظر الجميلة والحلوة دي عشان تستوعبها، مين اللي بيفكر؟ مين اللي بيفكر؟ هو العقل، العقل هو اللي بيفكر وهو اللي بيفسر. فبالتفسير ده بيجي من خلال مين اللي بيوصل الرسالة للعقل؟ النيرف سيلز، الخلايا العصبية. طب هي الخلايا العصبية بتستقبل المعلومات فين؟ من العينين. يبقى العينين وبعد كده النيرف سيلز وبعد كده العقل. طب الكلام ده يتقال ازاي بقى؟ هنقوله ازاي بالانجليش؟ هنقول the female receive the visual stimuli which with photoreceptors in their eyes which send the information along nerve cells to their brain. كمان مرة، the female receive the visual stimuli، كلمة visual stimuli الاستثارة البصرية، with photoreceptors من خلال الصور in their eyes باستخدام يعني هي عينيها. بتشوف صور ولا أيوه، هي بتشوف. على فكرة احنا نفسنا، احنا كبشر واحنا ماشيين في الشارع، وانت طول ما انت وانت نازل من البيت بتنزل على السلم، بتشوفه ايه؟ السلم بتشوفه بعينيك، تفتح الباب عينك بتشوف الباب وتفتح الاخرى بايديك، بعد كده تمشي في الشارع تشوف العربيات بعينيك، لو شفت عربية جميلة يبقى الله دي حلوة. ايه اللي بيخليك تقول الله دي حلوة؟ لان انت اصلا your eyes receive photoreceptors and nerve cells send this information to your brain. ويور برين بيعمل ايه بقى؟ بيعمل بروسيسنج. يعني ايه بروسيسنج؟ هو بقى اللي بيستوعب، بيقول لك قول كذا او ما تقولش كذا. كمان مره بقى، دي اخر مره هنقول السطر ده وبعد كده هسألك فيه. يبقى what are some example of this courtship. number one، الطريقه الاولانيه sensory receptors. يعني ايه بقى sensory receptors؟ هنقول the female receive the visual stimuli with photo receptors in their eyes
which send the information along the nerve cells to their brain. تمام؟ خلاص كده؟ طيب يعني أنا لو قلت لك what is the meaning of sensory receptors هتقول إيه؟ females Receive receive the what which visual. one؟ ايوه صح، برافو عليك. ايوه with photo receptors Sector with photo receptors rules photo tools فوتو ريسبتورز photo receptors okay in their eyes. in their eyes which send the information along nerve cells ايوه to their to brain. their brain a brain ممتاز 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 ممتاز. طيب هسأل بقى، complete the sentence. The in sensory receptor the female receives the نقط. هذا السؤال sensory receptor the females receive the نقط أو space. هقول ايه؟ هو الفيجوال اسمها، بصي هقول ورايا، ريبيت افتر مي بليز. فيجوال ستيمولاي، فيجوال ستيمولاي، فيجوال ستيمولاي. نعم ده ما ياخدوه